بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومجلس جديد للفقه ولقاء دكتور سعد الدين هلالي أستاذ الفقه المقارن جامعة الأزهر الشريف. نرحب بحضرتك يا فندم. بارك الله فيك أستاذ المشاهدين. يمكن في البداية مع حضراتكم، أكيد النهاردة كل مصري الحقيقة وكل إنسان على وجه الأرض أكيد يعني بيشعر بمدى الأسى من خلال هذا الحادث المروع، وطبعا بالنسبة لقطار البدرشين، والحقيقة كلنا من خلال الفضائية المصرية وكل القنوات التلفزيونية الحقيقة بتبلغ تعازينا الحارة جدا وكلها أسى وألم لأهالي ضحايا هذا الحادث الأليم. دكتور سعد، يا ريت نبتدي بهذا الحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان لي كلمة في هذه المناسبة التي أرجو أن نؤجر عليها كشعب مصري وكأهالي للضحايا، فمن ثلاث عناصر. العنصر الأول لأهالي الشهداء، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فلا بد من التحلي بالصبر، قضاء وقدر نفذ، ما لناش حل غير الصبر. والصابر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه واحدة. الثانية، لكل من له علاقة بأسر الشهداء، من جيران، من إعلام، كل من يصل إلى أهالي الشهداء، عليهم أن يكونوا رحماء وأن يقدموا المواساة والتعازي. فقد ورد في الحديث: من عز مصابا فله مثل أجره. يعني أنا ما بعزي باخد الأجر، يعني أنا المستفيد، فليه ما نبقاش مع بعض رحماء نتراحم من أجل أن يصل قلب الإنسان لأخيه الإنسان؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زي ما أنا لما أكون في مناسبة أتمنى أن الناس تأزرني، يجب على الآخرين أن يكونوا بالمؤازرة مع أهل الإصابة. نعم. الأمر الثالث وهو الأهم في نظري في هذه المناسبة، أن الحوادث كثرت وخاصة حوادث القطارات، ولو تفتشي في السبب هتجدي أن السبب بسيط ومن عامل بسيط. فأنا عايز أقول للعامل ده وللموظف ولمن يقوم بالعمل اللي بيترتب عليه حوادث ضخمة بهذا القدر: اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في الناس. مصر في أمس الحاجة إلى الإخلاص اليوم، مصر في أمس الحاجة إلى الاهتمام اليوم. اشمعنا اليومين دول بقى فيه نوع من التسيب والاستهتار، وبقى فيه نوع من الرعونة في أداء العمل. أنا عايز أقول للعمل البسيط: اتق الله فينا، اعتبر نفسك في جهاد وأنت في الكشك اللي بتشاور فيه وتعطي الإذن للقطار أن يمر أو لا يمر. وأقول أيضا للسائق قبل أن يسير في خطه، عليه أن ينزل ويفتش في استلام العربات وربط العربة بالعربة، ومعه مساعد ومعه فنيون في كل محطة، عليه أن يتقي الله في ذلك. لابد من الناظر المحطة عليه أن يقوم بواجبه. المسألة محتاجة الكل يقوم بواجبه، وإلا فالكل مشترك في إثم هذا الحادث. إثم هذا الحادث ليس على فرد، وإنما على المنظومة اللي الكل ما بيقومش بواجبه فيها. من أول نظر المحطة للمفتش الخاص بالتفتيش على الميكنة والتفتيش على نظام القطارات والسنافور وعامل بلوك وغير ذلك من تلك المنظومة، لابد من مراعاتها. حتى الذين يقومون بصيانة القضبان الحديدية، لأن القضبان الحديدية لها عمر افتراضي وتحتاج بصحة مستمرة إلى صيانة. هذا في السكة الحديد، فأيضا على سائر القطاعات التي تحمل بشر، علينا أن نعلم بأن البشر الذين ينقلون وخدمة البشر في ذاتها أسمى خدمة يقدمها الإنسان يوم لقاء الله. سيدنا عبد الله ابن عمر كان معتكف في المسجد، وجاله واحد بيطلب منه خدمة معينة، فاضطر إلى أنه يترك المسجد في عبادة الاعتكاف وعبادة الصلاة وعبادة الذكر من أجل أن يذهب للإتيان بحاجة هذا السائل. فواحد سأله: أنت إزاي تسيب العبادة، علاقتك مع الله، وتروح مع بني آدم زي ده وتأدي طلبه؟ فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم حديثا يقول:
إن قضاء حاجة أخيه خير من عبادة 60 سنة. من قضى حاجة أخيه خير من عبادة 60 سنة في معنى الحديث. يعني شوفي لما تقعدي تعبد ربنا 60 سنة صلاة وصوم، كل ده ما يجيش قد ما تقفي جنب إنسان وتأديله خدمة وترسم البسمة على وجهه. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. احنا عايزين ننبه على ان الجرائم او المصائب اللي تحدث بسبب هذا الاهمال، سواء كان عامل البلدية اللي بيسيب البلوعة مفتوحة وواحد تاني يقع فيها زي ما كنا بنسمع، او العامل الكهرباء اللي يسيب السلك عريان والكشك مفتوح وواحد شاب يصعق وغير ذلك، كل هؤلاء مسؤولون امام الله عز وجل عن ضيعتك ارواح. لا بد ان نتقي الله في انفسنا، واللي شايف حاجه غلط ينبه. يعني واحد شايف بلوعه غلط يحاول يعمل رايه، او واحد شايف كشك كهرباء عريان مفتوح لا بد ان يحذر وينبه، واحد شايف ان زميله ما بيقومش بواجبه لا بد ان احنا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فين التواصي؟ فين التواصي اللي يجب أن يكون الناظر ناظر المحطة يجب أن يقعد مع مساعديه، قائد القطار يجب أن يتعاون مع مساعده ومع سائر الفنيين، لا بد من التواصي، كل واحد يوصي الثاني من أجل أن احنا نخرج من هذا المأزق ونؤدي عمل نلقى الله به ونحن بوجوه مستبشرة ووجوه كريمة بيضاء. يمكن احنا بنتحدث عن الأرواح الحقيقة والروح الحقيقة، عايزين نعلي قيمتها لأنها مقصد هم جدا من مقاصد الشريعة. ده بالتأكيد. هو حضرتك تعرفي ان الانسان اعظم مخلوق لله عز وجل. ده ربنا بيغير عليه، ده ربنا بيغير على الانسان. انت عارفة لما خلق الانسان واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الاجابة ديت ممكن أنا وإنتي نشتم فيها رائحة الانتقاص من قدر آدم. يعني مين آدم ده يا رب اللي هتخلقه يعني يفسد في الأرض ويفسد في الأرض. قال إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا أراد أن ينتقم لآدم وأن ينتصر لآدم، أراد أن ينتصر لآدم في مواجهة الملائكة. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فدل على إن ربنا أراد يكرم الإنسان، يكرم بني آدم، بني آدم اللي الملائكة أجابت عنه قبل أن تعرفه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. إجابة ربما تنقص من قدره، ربنا رفع قدره. فإذا كان ربنا رفع قدره وأمر الملائكة أن تسجد لآدم، بآدم ونحن بنيه الملائكة تسجد لنا، تسجد لصورة الله فينا وإحنا نهين صورة الله فينا. أظن دي من أراد أن يعبد الله، من يزعم أنه يعبد الله فعليه أن يحمي خلق الله وما صوره. ربنا خلق الإنسان وصوره فلا بد من تكريمه. ولهذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف الأنف والأذن الأذن والجروح قصاص. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. اللي يقتل نفس كما لو قتل كل نفس أنفس، اللي يفسد في مكان كأنما أفسد كل مكان، اللي طبيعته يفسد يبقى ده ناوي شر للأرض. ربنا هيحاسبه على هذا الأساس إن معياره معيار إفسادي، فلا بد من مراعاة الإصلاح ومراعاة خدمة الإنسان. الإنسان مخلوق الله المكرم، يجب أن نعظمه ويجب أن نحترمه ويجب أن نرعى حرماته. احنا بنتكلم عن هذا الحدث، واعتقد ليس الحدث بس هو الحدث والضحايا، لكن هتحدث عن اهالي الضحايا. لازم كلمه ليهم لان الكل بينادي بالقصاص، وعايزين نعرف برضو طبيعه هذا الحكم وهذا الشكل، وازاي انا احس ان انا بالفعل اخذت حقي فيما حدث لي. هو بالتاكيد في حقوق متعدده، يعني لابد من مؤاخذه المقصرين، بس ممكن يكون بعد التحقيق وقيام جهات التحقيق المعنية بالنهاية إلى عدم معرفة المخطئ بحق. ففي هذه الحال يجب التسليم لقضاء الله. يعني إذن في جميع الأحوال يمكن أن نعتبر هذا، يعني لابد من هذا القضاء أن نسلم له.
ومع ذلك علينا أن نحرص بالعدل ليس بالظلم. نعم. يعني لا يصح أن في هذه الحالة أن نزايد. نعم. من أجل إيقاع قصاص. نعم. على غير مجرم. قنوات الأخبار الحقيقة قالت أنه تم تحذير السائق أكثر من مرة أن هو ما يكملش طريقه، وأصر السائق أن هو يكمل الطريق، وحدث الحادثة بعد دقائق. هذا قول خرج من القضاء ولا لسه من هو الإعلام. تم حبسه على ذمة التحقيق للقتل الخطأ. إذن لسه في يعني أكثر من جهات تحقيق لابد من الانتهاء بها والتسليم لأمر قضاء. وإذا ثبت هذا فليس هذا هو الوحد اللي أخطأ، لأن اللي حذره كان يجب يتخذ معه إجراء. اللي حذره مش يقول أنا كتفيت بأن أنا حذرته. لا يا سيد الفاضل، أنت حذرته وشفته ومشى مهمل، كان يجب تبلغ فيه. ولما بلغت فيه يبقى يجب الجهات العليا تتخذ إجراء فيه. كل ده محتاج لسه تفتيش ويعني تحقيق فيه، ولا بد من يعني أن القضاء عندما يبذل جهدا مشكورا في الوصول إلى تحديد من المخطئ ومن المجرم. نعم. أن يتخذ عقوبة رادعة من أجل تحديد الأجواء. بالزبط. لأن الشعب لما بيشوف جرائم كلها بتروح إلى القضاء ثم القضاء يعجز أن يأتي بالأدلة، والجهات التفتيش تعجز أن تأتي بالأدلة، ده كله بيسخن الشعب. فعشان كده بنقول على جميع الجهات أن تقوم بواجبها. الجهات التحريات تقوم بواجبها، جهات التحقيق تقوم بواجبها، جهات القضاء تقوم بواجبها، لأن القضاء مظلوم. عمر القضاء ما هيعمل حاجة من غير ما تأتيه الأدلة. الأدلة عمرها ما تأتي إلا من جهة تحريات. نعم. وتحقيقات. إذن هي منظومة لابد من القيام فيها من كل أفراد تلك المنظومة. لكن الخاتمة في الآخر. نعم. الأرواح صعدت إلى بارئها. الخاتمة في الآخر القضاء نفذ. الخاتمة في الآخر إن ده حدث وصار فيه شهداء. وربما يكون هناك حوادث أخرى قادمة كما سبق حوادث أخرى سابقة. لكن العقل يقتضي إن احنا لابد، العقل والإيمان يستلزمان على الإنسان أن يتحلى بالصبر وأن يفوض الأمر إلى الله، ثم يتخذ من الأسباب ما يأتي بحق الشهداء وما يأتي بعدم تكرار مثل هذه المأساة. الرأي السديد اللي حضرتك شايفه في احتواء أهالي الضحايا، يعني في منهم بيبقى متعصب أو في منهم بيبقى يعني إزاي أنا ممكن بهذه الكلمات الإيمانية ندخل في قلبهم الإحساس فعلا بالصبر وندى قضاء الله. أنا برضو عايز أقول حاجة، إن مهما قلت من كلام يبكي عمر الروح ما هترجع تاني لأجسادها والأجساد التي قطعت وإصابات كثيرة وشهداء كثيرين عدد كبير، لكن عمر الكلمات ما هترجع الأرواح ولا هترجع إيد اللي قطعت إيده ولا رجل اللي قطعت رجله، ولكن هي كلمات يعني تيقظ القلب إلى الله عز وجل وتحسه بأن الدنيا فانية. مهما عشنا برضه هنموت، يعني هم سبقونا وإحنا بكرة، هو خلاص هم انتقلوا إلى الآخرة وإحنا قاعدين في الدنيا؟ أبدا، إحنا برضو منتقلين إليهم. الفرق إن ده سبق بأجله وده يعني لا يزال ينتظر أجله. الأمر الآخر إن الكلام ما بيشبعش ولا بيلبس، يعني أنا مهما قلت من كلام للعريان، العريان لسه ما لبسي لم يكتسي، فلا بد إن أنا أكسوه. وكذلك الجائع عمر الكلام ما هيشبعه، لا بد إن أنا أطعمه. وكذلك المفجوع الذي فجع في حبيبه عمر الكلام ما هيرجع له حبيبه. لما سيدنا النبي مر على قبر فوجد امرأة جاءت تجلس تبكي ابنها، ابنها ميت في القبر وقاعدة جنب القبر تبكي. شوفي بقى الأم بتبكي على ابنها بكاء ايه، حرقة. فسيدنا النبي مر عليها وقال اتق الله واصبري. قالت له إليك عني يا هذا، ما كانتش تعرفه، إليك عني يا هذا، إنك لم تصب بمصيبتي، مصيبتي كبيرة قوي أنت مش حاسس بيها. فشوفي سيدنا النبي من رحمته إيه، لو اتكلم معها أي كلمة هتزايد في يعني الفجاعة مشاعرها طبعا ومشاعرها الداخلية. وممكن تغلط. فتركها. لازم تاخد وقتها في الحزن، لازم تاخد وقتها في التأثر، لازم تاخد وقتها. وده الشعب بقى اللي يجب أن يحيط بالإنسان إلى أن يهدأ. وبالمناسبة الإنسان اسمه إنسان ليه؟ لكثرة نسيانه. الإنسان بينسى. الحمد لله. صحيح بيتأثر يوم واثنين وثلاثة واربعة وسنة وعشرة، بس بعد العشرة عشرين سنة الأمور بترجع كما كان. دايما رحمة ربنا فينا. نعم من الله فعلا. فربنا بيرحمنا، لكن هي الساعة دي
هي أصعب ساعة، هي اللحظة دي هي أصعب لحظة، هي دي اللي يجب أن يلاقوا مشاعر جميلة. تركها يلاقوا الجيران. تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا تركها. نعم. تركها وسابها ومشى، وبعدين بعت لها واحد وقال لها على فكرة اللي انت كلمتيه ده هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فقالت له معقولة هو الرسول وبكل تواضع كده يقول لي كده ويمشي من غير حتى يعني ما يعنفني؟ فآخر النهار ضميرها أنبها، فراحت لبيته وتركت عليها الباب. قالت يا رسول الله والله ما كنت أعرفك. فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بيقول لها على فكرة يعني أنت هتصبري هتصبري، ابنك مات بعد 20-30 سنة هتصبري، فلكن لو أنت عايز أجر، لو أنت عايز الفضل كل الفضل، اللحظة الحرجة دي تحلي فيها بالصبر، هي لحظة الفراق وما بعدها من سويعات أو أيام. إنما الصبر عند صدمة الأولى. لأن الصبر بعد صدمة الأولى بيأتي تلقائي. هتاخدي أجر ليه؟ اللي بياخد أجر لما اللي بيبذل مجهود يقضم غيظه، والقاضمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لابد من التحلي حتى نأخذ الأجر، ومع ذلك المطالبة بالحقوق. المطالبة بالحقوق ده لا يصح أن يكون ممنوعا من الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة شيء والمطالبة بالحقوق شيء تاني. آخر جزء في هذا الموضوع الحقيقة لن أغفله أيضا، قصة مسؤولية الولي، يعني المسؤول، مسؤولية المسؤول. يعني دايما احنا كلنا بنبحث عن هذا، فاحنا برضو أكيد في شكل حكم شرعي أو شكل فقهي لازم احنا برضو يعني نفهم المشاهد مدى أهمية الشعور المسؤول، وان هو يفعل شيء سريعا زي ما حضرتك قلت عشان يحتوي الموقف. ده هو المسؤول، مش المسؤول في السكة حديد، ده المسؤول المحيطين بأسر الشهداء. يعني الجيران مسؤولين، الإعلام مسؤول، الزملاء الجنود والشباب الذي استشهد مسؤول. كل واحد شهيد ده له أصحابه. فين أصحابه؟ هي دي اللحظة، لحظة الصاحب يقف جنب صاحبه، يقف يروح لوالدة صاحبه، يقف لوالد صاحبه، يروح يآزر من أجل تهدئة الأجواء بمشاعر الإنسان لأخيه الإنسان. أيضا المسؤولين في السكة الحديد، المسؤول في السيد المحافظ، المسؤول لوزير المواصلات، كل دول مسؤولين، كل بقدر ما يعطي. تخيلي بقى كده لما يكون كل الجهات ديت بتتدفق بعواطف وتتدفق بما تجود. اللي يجود كان سيدنا النبي بيقول اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. نعم. ولذلك قال الفقهاء ان يجب على الجيران يقفوا جنب أهل المصاب من أجل إطعام أهلهم. نعم. لأنهم انشغلوا بالبكاء وانشغلوا بالتأثر والحزن. هو دي مشاعر الإنسان لأخيه الإنسان. لما يكون المشاعر كلها جاية من أول رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير المواصلات والمحافظ، ده جهات مسؤولة، وكمان بتوع السكة الحديد كجهات مسؤولة، ثم جهات الشعبية بقى. الجمعيات الخيرية، أئمة المساجد، كل من له إمكانية أن يقدم عزاء جماعي ويعمل سرادقات ومواعظ وكلام جماعي في القرى ولا في القرية ولا في المدينة اللي التي وقع فيها أو أهالي المصابين، كل ده من الجمع والمؤازرة أعتقد سيكون من أسباب إن احنا يعني نتخطى هذه الأزمة وننظر للمستقبل بفعل حسن إن شاء الله. طبعا احنا طولنا مع حضراتكم في هذا الموضوع، بس أعتقد أن احنا ما نقدرش كنا نغفله أبدا عشان نستفيد أكثر استفادة أيضا من دكتور سعد في هذه المواقف الشديدة على أي إنسان. طبعا يعني بالغ الحزن مهما قلنا مش هنقدر أبدا يعني نقول لهم ما تزعلوش ما تحزنوش، بس احتسبوهم عند الله سبحانه وتعالى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الحقيقة عايزين نرجع تاني لبرنامجنا، ويمكن المرة اللي فاتت حاولنا أن احنا نجاوب على بعض الإيميلات، جاوبنا على إيميل واحد، وكان دكتور سعد الحقيقة كان من رأيه أن احنا يعني نوفي حق السائل بقدر الإمكان، ولقيت برضو على الإيميلات أن الناس مش عايزة أن احنا نقول أسئلة كتيرة دون أن احنا ما نعطيش الحق بالنسبة للإجابات. الحقيقة طبعا حضراتكم عندكم حق وكل حاجة، لكن احنا من كتر الإيميلات اللي جات لنا وما قدرناش أن احنا نجاوب عليها، في ناس كتير قوي يعني كسرت أنها تبعت لنا أسئلة علشان احنا ما بقيناش نرد عليهم بسرعة. لكن إذا كان ده يريح حضراتكم أكيد ده هيبقى أفضل لينا، لأن احنا أصلا البرنامج ده لخدمتكم. فأعتقد لو بالنسبة للاستيفاء الإجابات بالشكل اللي حضراتكم عايزينه طبعا يبقى أفضل. تفضل. تسمح لي بتعليق فيها. تفضل. أنا ليا وجهة نظر إن إحنا لما ناخد فتوى
أو مسألة يعني، ونحللها وندرسها من أقوال الفقهاء، وهنعرف إزاي المسألة الواحدة متفتحة، بيحدث ضربة واتساع إدراك المشاهد، فبيقدر يتعامل مع باقي المسائل على غرارها. نعم. على سبيل المثال، أنا في الدراسة العليا عندما درس لي الشيخ جاد الرب عليه رحمة الله مادة اسمها فقه مقارن نصي، دي عبارة عن بناخد كتاب من كتب التراث زي كتاب الموني، والشيخ الأستاذ المحاضر بيقوم بشرحه. نعم. تعرفي كان بيشرح لنا قد ايه في الساعتين؟ والله ساعتين كاملتين، او يعني اقل من ساعتين بدقيقه ما يقدرش يقوم. ساعتين كاملتين في المحاضره يشرح سطر واحد. سطر واحد من كلام ابن قدامة. طيب قلنا له يا مولانا احنا هنقعد السنه كلها، وبالفعل قعدنا السنه كلها يدوب 15 سطر اللي شرحوا 15 سطر، بس اللي كتبناه وراه من شرح ال 15 سطر أكتر من 7-8 كشاكيل. فيقول يا أولاد أنتوا لازم تتعلموا إزاي يفهم العلم، إزاي لما تقرأ تفهم، وبعدين أنت بقى هتتمكن لما تقرأ أي حاجة هتفهمها على نفس الطراز. نفس الأمر إحنا ما ناخد فتوى ونفتحها ونبين قد إيه المسألة لها إدراكات ولها آفاق متعددة، هيبقى الجمهور خلاص اتدربوا على ان مفيش مساله لها راي وخلاص. نعم. كل مساله لها رد. لا. نعم. انتهى العصر ده، عصر التلقين انتهى. عصر الراي والحكم وكان الله انزل احكاما لكل مساله، دي اكذوبه. لا، ده ربنا انزل كتابا نهتدي به، وانزل مع كتاب سنه من كلام سيدنا رسول الله نهتدي به، من اجل ان نستنبط. نحن نستنبط كيف؟ بالطريقة اللي احنا بنبينها. نعم. إذن لو خدنا مسألة مسألتين أعتقد تكفي جدا، هتخلي المشاهد خلاص عقله كبر وقادر على أنه يتعامل مع كل مشكلة. عارف أن فيها رأيين، فيها ثلاث أراء، ما فيش اسمها رأي واحد، انتهى الرأي الواحد. اعتقد ان دي يعني يسعد حضراتكم، وانا سعيده دكتور سعد كمان يمكن كمان عقب، لان انتوا بتثقوا في رايه جدا وفي طريقته في حتى كمان سرد الاجابات بالطريقه اللي هي فيها استفاضه الحقيقه، وده كمان هيخليكم تعذرونا بقى ان احنا مش كل حلقه ممكن نطلع بسؤال واحد بس من عند حضراتكم، فاصبروا علينا بقى لحد احنا ما نخلص هذه الاسئله. الحقيقه دي نمره واحد، نمره اتنين، طبعا احنا بناء طبعا على رغبتكم، والحقيقه برضو ان انتوا بتقولوا المسؤولين كانوا من خلال تغيير ميعاد البرنامج الاسبوع اللي فات كان من 5:30 ل 6:30، وكثره ايميلاتكم الحقيقه وكثره دعواتكم الحقيقه ان احنا نرجع يعني وضعنا مره اخرى وتغيير الخريطه من جديد لاسباب كثيره الحقيقه. كنتوا انتم في المقام الاول، والمسؤولين ومن خلال اسره البرنامج حاولت انها تلبي طبعا اقتراحات حضراتكم واصراركم ان البرنامج يبقى زي ما هو في ميعاده من 8-9، واحنا بنشكركم على مؤازرتكم معانا وتعاونكم معانا. نبدا حلقتنا. اسمح لي برضو يعني كلمه شكر للساده المسؤولين ان هم رجعوا البرنامج الى موعده، وهم حتى لما خلوه 5:30 او هيخلوه في اي موعد على حسب خريطه التلفزيون، فانا متاكد ان المسؤولين لهم ترتيب معين في وضع الخريطه. احنا بنحترم اي وضع للخريطه، وبنشكرهم بيمكنونا ان احنا نلتقي بالساده المشاهدين، والساده المشاهدين متعاونين، واحنا ان شاء الله سنتعاون من اجل تقديم وجبه فقهيه اسبوعيه باذن الله. ان شاء الله، ده وعد اكيد طبعا من خلال اسره البرنامج وحضرتك على راسنا. لكن احنا النهارده عايزين نكمل مع بعض الحقيقه المذهب الظاهري، احنا اتكلمنا فيه بداناه المره اللي فاتت وقلنا بعض الاحكام اللي كانت من خلال الامثله الصارخه، وكان شيء مهم قوي لان برضو جذب حضراتكم من خلال هذه الاحكام من خلال هذه الامثله. هنكمل الحديث النهارده عن المذهب الظاهري، وان ان شاء الله في وقت هنكمل هنتكلم، وزي ما وعدناكم لازم ان احنا برضو هنتطرق للمذهبين الشيعيين اللي احنا قلنا هنتكلم مع حضراتكم عنها، وهم الاماميه والزيديه ان شاء الله اذا تبقى وقت. نلحق بسرعه نكمل حلقتنا النهارده. دكتور سعد اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا قلنا في لقائنا السابق ان المذهب الظاهري ده من مذاهب اهل السنه. يعني ايه من مذاهب اهل السنه؟ يعني ليس من مذاهب الشيعه. ايه الفرق بين مذاهب الشيعه وبين مذاهب اهل السنه؟ هما المصادر واحده في الكل، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وليس اصحاب والمصح المرسله وغير ذلك من كلام او ادله مصادر التشريع. لكن
لعل الفرق اللي ممكن يعني نعتبره فرق ان اهل السنة او فقه السنة بيعتبر الصحابة كلهم درجة واحدة، فممكن ناخد من بعض الصحابة ننتقل بعض، ما عندناش فيهم من يترك ومن يؤخذ منه، كلهم عندنا سواء. اما الفقه الشيعي فبيعتد بفقه آل البيت اللي هم سيدنا علي واللي هم منتسبين لآل بيت النبوة صلى الله عليه وسلم. بقيت الصحابة حتى لو كانوا كبار يعني ممكن نتركهم يعني، أو يعني مش عايز أعبر أكثر من هذا، لكن الصحابة المنتسبين لآل البيت زي سيدنا علي، زي عبد الله بن عباس، وسلمان ومنا آل البيت، سلمان وان كان فارسي لكن ورث حيث سلمان من آل البيت، يبقى احنا ناخد هؤلاء ونسلهم. نسلهم مهما قالوا فان الامام عندهم او الامام عندهم معصوم، وما يقوله يعتبر في حكم الدين. ده فقه الشيعة. اما فقه السنة فعندنا كل الصحابة درجة واحدة، كل الصحابة عدول، كل الصحابة يؤخذ منهم، وبالتأكيد الصحابة مش متفقين، فاحنا ممكن ناخد بقول بعض الصحابة نترك بعض الصحابة، بس ما عندناش نترك بمعيار انتساب لنسب معين. ده الفرق الوحيد ما بين الاثنين. لكن الشيعة والسنة مؤمنين بكتاب، مؤمنين بالسنة، مؤمنين بالإجماع، مؤمنين بالقياس وغير ذلك من أدلة الشرعية. لكن ده لعل ده الفرق اللي ممكن نعمل فيه فرق بسيط. طبعا البعض هيقول لا في فروق تانية، وحاول ده في مصحف آخر، ده في المغالين. لكن لو احنا بنتكلم على الشيعة غير المغالين هيبقى التعبير بتاعي اللي أنا عبرت بيه كافي ومناسب في هذه المناسبة. ففقه الظاهرية من فقه السنة أو فقه السني. الفقه السني اللي هو الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري. الظاهري اللي أسسه مين؟ داود بن علي الظاهري. داود ده اتولد وعاش في بغداد ومات في بغداد. اتولد سنة 200 هجرية، مات 270 هجرية، عاش 70 سنة. له تلامذة وله يعني أتباع كتير، ومدرسته كبرت، لكن المؤلفات زي ما قلت تقريبا ضاعت واندثرت، موجودة في بطون الكتب المتفرقة. أراد الله عز وجل هذا المذهب أن يبقى وأن يكون له اسم حتى اليوم، فقيد شاب بسيط وجميل وعاقل وحجة وعقله ذكي جدا اسمه علي بن حزم الظاهري، مشهور بابن حزم الظاهري. ليه ظاهري؟ علشان هو أندلسي من الأندلس، وابن أمير، يعني شخصية راقية جدا، وألف في الأدب طوق الحمامة، وألف في الأصول الفقه الإحكام فصول الأحكام، وألف الفقه المحلى، وحاجة حجة يعني تقري لكتاب في أي كتاب تقريه حجة، حاجة علم من أصله. وكتبه مراجع في الأزهر، وبل مراجع عند كل من يزعم العلم. أي إنسان يزعم العلم إن ما كانش مكتبته فيها كتب ابن حزم في الأصول وفي الفقه ما تعتبرش مكتبة كاملة. فابن حزم ده تولد 384 هجرية، يعني شوفي بقى لما يكون أستاذه يعني مات 270 وهو تولد 384 هجرية، مات 2456 هجرية. ابن حزم ده ألف كتاب بتاعه، بس مش معنى بقى أن ابن حزم ظاهري أنه وافق أستاذه. مرة تانية، مش معنى أن المزني شافعي أنه وافق أستاذه. مش معنى أن أبو يوسف حنفي أنه وافق أستاذه. مش معنى أن ابن القاسم وسحنون مالكي أنه وافق أستاذه مالك. لا، مش معنى أن أنا أنتسب للفقه الشافعي يبقى كل يقولوا الإمام الشافعي أنا معاه، أبدا. ليس هذا هو الفقه. طب هو لنا أن احنا نتعرف على الفرق ما بين القديم والحديث بالظاهري، ولا هو بس الوصول لابن حزم ونتوقف عنه؟ يعني إيه القديم والحديث؟ القديم اللي هو الظاهري الكبير. أيوة. هذكر أمثلة هثبت فيها أن داود الرأي وابن حزم الرأي داني. بالضبط. داود الرأي، داود أستاذه الرأي، وابن حزم تلميذه الرأي تاني، بس الاثنين منتسبين للمذهب الظاهري. بالظبط. وهثبت في مسائل ان الاثنين اتفقوا على رأي، ورأيهم ده يخالف يمكن آراء فقه اهل السنة الاخرين، ومنطقي
ومنطقي. يعني ايه؟ يعني ممكن احنا الان في امس الحاجه ليه؟ احنا ذكرنا الاسبوع الماضي مثال في حكم مثلا مصحف وحمله. طيب اذكر حكم، انا بدات ابحث عن امثله تنفع المجتمع. نعم اكيد. ليه؟ المجتمع مليء بمشاكل. والناس ان ما كانتش هتلاقي مخارج ممكن تغلط. دايما الانسان ان ما لقاش مخرج هيغلط. تخيلي كده لما تحبسي انسان كده في من كل لما يروح في طريق يتقفل، كل ما يروح في طريق يتقفل هينتحر. طب والانتحار حرام. اذا لازم تعملوا مخرج. عشان كده بيقولوا ان المعارضه في الدول الديمقراطيه ضروره. ليه؟ في المعارضه انت بتفيصي وتقولي، قولي اللي انت عايز تقوليه، لان الحزب الحاكم بيعمل اللي هو عايز يعمله، فاصبح في حريه. اللي عايز يعمل بيعمل، واللي عايز يقول يقول، لكن اللي يقول كمان امنعه يبقى هيحصل ايه؟ كبت. ايوه. اذا لازم نعمل مخارج. فوجود الاراء الفقهيه ديت مخارج بتلم المسلمين، وده من ضمن سمه الفقه الاسلامي. نعم. انه متعدد المخارج عشان يلم الناس كلها. أيوه. اللي اقتنع بالراي ده والله هو على طريق، اللي اقتنع بالراي ده هو على طريق. حكم من الاحكام الميته عايز احييه. ميته ليه؟ لان مش موجود في القانون. نعم. موجود في حياتنا بس. أيوه. العمليه. حكم التحريم من الرضاع وحكم الظهار. مره ثانيه، الحكمين دول مفيش قانون عندي بيذكر المحرمات من الرضاع. انا عندي المحرمات من النسب باعتبار حكم النسب، عمر المأذون ما هيجوز الاخ لاخته. هيقول الله ده اسم متشابه. لكن لو اخته من الرضاعه هيعرف منين؟ الاسم مختلف. أيوه. فهيعرف منين؟ اللي هيقول مين؟ صاحب الشأن. اذا صاحب الشأن بدينه هو اللي هيعلن ويقول لا ده دي اخت من الرضاعه. فالاخت من الرضاعه اللي هيعرفها احنا مش القانون. اذا هنا هيئه الامر بمعروف والنهي عن المنكر لو فكروا ان هم يتدخلوا في الموضوع ده هيعجزوا. ليه؟ اشمعنى حاجه ذكرتهم بالتحديد؟ أنا بضرب مثال، لو ان هم يفكروا يطالبوا ان يكون لهم صوت في المجتمع. فانا بقول لهم هتفشلوا. ان ما كانش المجتمع يدين الله بقناعته اذا عمركم هتخلوه يدين الله. نعم. هو لازم يدين الله بقناعته. نعم. مش بيكم. اذا انتم جايين ديكور. هتعرف يا من دخلت في هيئه رفع عنها المنكر ان العريس ده مع عروسته خط من الرضاعه ولا ما تعرفش. لما انت ما انتش عارف وهم عارفين اذا لازم تثق فيهم. لما هم بيتجوزوا ويحرم على الرجل ان ياتي زوجته في ايام معينه. أيوه. في الشهر. أيوه. انت هتتدخل؟ اذا انت مش عارف تتدخل اهو. فانا قصه القناعه ده شيء مهم جدا. طبعا. لما انت بتشوف الرجل دخل يصلي، هو انت كشفت عليه متوضي ولا غير متوضي؟ لما انت ما انتش عارف انه متوضي ولا غير متوضي بتتدخل ليه؟ الامر الثاني، دخل ممكن يكون مش ناوي، عمل كده هيئه الصلاه دون نيه، دخلت جوه قلبه علشان شفته نوى ولا ما نواش، اذا ده فكره يعني طايشه، فكره بعيده عن واقع، وفيها وصايه على الناس، وفيها عدم ثقه في الناس. لازم نحترم الناس، الدين لازم يكون باقتناع. فانا عايز اذكر الحكم ده. الحكم الثاني حكم الظهار. ايه الظهار؟ ان الراجل يشبه زوجته باحدى محارمه، بوالدته ولا بابنته ولا باخته في العلاقه الخاصه، ده اسمه ظهار. يقول لها انت عليك كظهر امي. الحكم ده غير وارد في القانون. يبقى عندنا المحرمات من الرضاع مش وارده في القانون بس دين، والظهار مش وارد في القانون بس دين. انا بقى هخاف من ربنا والتزم بالدين ولا عشان القانون ما نصش عليها، ولا انا اتجوز واتسامح لنفسي لان القانون اغفلها؟ ايه الالفاظ الثانيه اللي غير كظهر امي؟ يعني ايه الاشياء الثانيه؟ ايه الالفاظ الثانيه اللي ممكن تقال واحنا ما بنشعرش واحنا بنعمل اثم؟ هو ده الفقه بقى. نعم. بدات وافقه تبدا بالظهار. نبدا بالظهار. الظهار ابن حزم الظاهريه بقى، مذهب الظاهريه، قالوا مش هنعترف بالظهار الا اذا الراجل قال لمراته انت عليك ظهر امي بنفس اللفظ ده. أيوة. المصطلح.
لقال لها اي لفظ تاني يدل على هذا المعنى ليس زهارة. ليه يا ابن حزم؟ ليه يا ظاهرية؟ قالوا لأن الظهار عندما نزل جاءت خولة وقالت إن أوس ظهر مني وقال أنت عليك ظهر أمي، بس خلاص يبقى هو ده الظهار. طب لو قال لها أنت علي حرام، أنت زي أم أختي، ما قال لها زي كظهر أمي، أنت زي أم أختي. الجمهور بيقول إذا كان التعبير في التشبيه في العلاقة يبقى ظهار، وإذا كان التعبير في بيان الحنان يعني بيقول لها أنت حنانك زي حنان أمي، أنت بتعامليني معاملة طبيخك زي طبيخ أمي، ده يبقى ليس ظهار. لكن لما يقول لها أنت علي حرام زي أمي، أنت علي حرام زي عمتي، يبقى ده ظهار، لأنه ما قالهاش أنت في حنانك أو في علاقتك الكريمة زي أمي وزي أختي. فأصبح كلام الجمهور بيقول أي تشبيه للزوجة بإحدى المحارم، الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة أو بنت الأخ أو بنت الأخت، كل المحرمات، يعتبر ده ظهار إذا كان تشبيه في العلاقة الخاصة. أما التشبيه في العلاقة الإنسانية، والله ده أنت شكلك جميل زي مامتي زي أختي، يبقى ده ما هوش ظهار، لا ده تشبيه. لكن الظهار إنه يجرح كرامة الزوجة ويقول لها العلاقة الخاصة اللي بيننا دي حرام زي علاقة الابن بأمه. طيب في ناس بتقول مثلا زوج وزوجة بيكونوا كبروا في السن، فبيقول لها يعني هي بتقول بقى ده أنا عايشة مع زي أخته، يعني هل ده نوع من أنواع الظهار؟ ده أنا عايشة مع زي أخته، أو العكس صحيح. ده خبر وليس تشبيه. أيوه خبر وليس تشبيه، ده شكوى. يعني إيه الشكوى؟ زي ما يعني أحد الصحابة، إحدى الصحابيات دخل عليها سيدنا عمر وبعدين بيسأل مرات ابنه، بيسألها إيه أخبار فلان؟ فقالت صوام بالليل قائم بالنهار، ده راجل طيب. فهو فهم صوام بالنهار وقائم بالليل، صوام بالنهار قائم بالليل، نعم صائم بالنهار وقائم بالليل، ده فهم ان النهار عابد وبالليل عابد، فين حق الزوجة؟ فراح لسيدنا رسول الله وسأله، فأرسل إليه، وأعتقد أنه هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص، فأرسل إليه وقال صم 3 أيام، ألا أزيد أكثر من هذا؟ قال له صم يوما وأفطر يوما، قال أريد أطيق أكثر من هذا، قال ليس هناك أفضل من هذا، إن هذا صيام أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي لكل ذي حق حقا. فده خبر، يعني اللي تقول أنا عايشة معاه زي أمي زي أخويا ولا أخو، ده خبر. خلينا نتكلم في الظهار، اللي هو الظهار هو جرح مشاعر الزوجة بس مش جرح مشاعر الزوجة بكلام أبيح معين، لا بالعلاقة الخاصة اللي بينهم، يقول لها أنت تبقى حرام عليا زي الأم وزي الأخت، ده جرح مشاعر. بس حضرتك مش شايف ان ممكن لما زوجه تقول سواء لاخته او لحد من قرايبي ده انا قاعده معاه زي اخته، ده مش جرح لمشاعره؟ لا ده خبر يعني. لا برضه ما هو جرح ليه يعني، اذا كان ده سؤال بقى تاني. هل يجوز الظهار من الزوجه؟ هل الزوجه من حقها تقول للزوج انت علي حرام زي اخي؟ ده اسمه ظهار بقى، مش اسمه خبر. اذا في فرق بين الظهار والخبر. هقول لك بقى ان الجمهور بيقول ان ليس هناك ظهار من الزوجة للزوج. أبو يوسف من الحنفية والشافعية قالوا لا في ظهار، النساء شقائق الرجال، زي ما الرجل بيظهر من مراته المرأة تظهر من جوزها. يعني هل الظهار هو حكم يتعلق بالزوج بس تجاه الزوجة ولا مشترك؟ رأيان، الجمهور بيقول خاص بالزوج، الزوج بس اللي بيظهر. أما الشافعية وأبو يوسف من الحنفية قالوا لا، والظهار يجوز أن يكون من الزوجة للزوج كما هو من الزوج للزوجة. طيب. اللي يشبه التاني بأحد محارمه يبقى ظاهر، ده على قول أبي يوسف وعلى قول الشافعي. طيب. نرجع للظهر. أيوه بالظبط بقى، عايزين نرجع للحكمين دولة. الظهرية بيقولوا أنا مش هحترم لفظ الظهار ولا هعتبر الظهار. الظهر ده وإنهم ليكون الذين يظهر منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا ولدنهم وإنهم ليكون منكرا من القول وزورا. أيوه. شوف قد ايه ربنا وصف الظهار ده منكر وزور الاثنين.
بس من فضل ربنا انه جعل مخرج، جعل كفاره، والذين يظهرون نسائهم ثم يعودون ما قالوا فتحرير رقبه من قبل يتمسك. فجعل كفاره، كفاره الظهار ايه؟ ايها الزوج اللي تلفظت بهذا اللفظ، اوعى تيجي جنب مراتك الا لما تكفر كعقاب لك. ايه الكفاره يا رب؟ لو في عبد تعتقه، مفيش، تنتقل الى صيام شهر متابعين، مفيش، تصوم تطعم 60 مسكين. فاصبح الثلاث خصال دول اسمهم خصال الكفاره. اذا كان واحده منهم مش موجوده حاليا فاصبح خصال اثنين، خصلتين. صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمسك. يعني نبتدي بالترتيب، لازم كده بالترتيب، مش بالتخيير يعني. طبعا لا لو مش انا تخيير. حبيت ان انا مش هقدر اصوم فممكن ان انا مثلا اطعم 60، مش حبيتي. لا ما ينفعش، مش بالتخيير، مفيش اختيار. ولكن لو عجزتي فمن لم يستطع فاطعامه 60 مسكينه. بس هنا بقى خط احمر. فمن لم يستطع، مين اللي يقرر فمن لم يستطع؟ الشيخ؟ لا، الانسان نفسه، مش كده؟ الله، هو دي الاجابه الصح. لما يطلع لك واحد بقى يقول لك طب انا يعني انا مش قادر، انا قادر ولا حكم ايه؟ اقول له استفت قلبك، انا اللي افتي لك. ربنا بيقول فمن لم يستطع فطعم 60 مسكينه. تقدر تصوم ولا ما تقدرش؟ هتقول لي والله انا شاب واقدر، بس مش هقدر انا يعني. خلاص انت قادر، انت حكم على نفسك. ولهذا يعني لما جه في موضوع خوله بنت علوي وهي بتشتكي زوجها ان اوس ظاهره مني، فسيدنا الرسول لا امرها ان تعتق رقبه ما ليس عنده، ان يصوم شهرين متابعين، ده شيخ كبير، ان يطعم 60 مسكينا. قالت له يا رسول الله ما بين لبتيها من هو افقر منا يا رسول الله؟ فدخل وقتها بفرق من تمر وقال اطعمي 60 مسكينا. وقال وفي روايه ثانيه حديث ذروي ابعدته كثيره جدا، منها انها هتعينه بفرق، وقال انا اعينكم بفرق، يعني هي جابت ايضا بفرق من تمر، هو اتى بفرق من تمر. وقيل بان سيدنا رسول الله الذي اتى روايه يعني متعدده، ساعدهم النبي من خلال روايات، يعني ساعدهم عشان يخرجوا لاطعام 60. اطعام 60. طب انا لو في الحقيقه دلوقتي وانا معيش ان انا اطعم 60، صار دين، صار دينا متعلقا بالذمه، لكن اذا كان قادر لابد من الاخراج، واذا لم يكن قادرا صار متعلقا بالذمه. طب سؤال تاني، هل هي ممكن يبقوا دفعه واحده ان انا اطعم 60، ولا ممكن يكونوا على فترات لحد ما اكمل 60؟ ممكن يكونوا فترات، بس ده سؤال بقى اخر اذكى، وهو ايه؟ ان هل ممكن فقير واحد اكله 60 يوم؟ ولا لازم 60؟ بس موجود ان هم 60 واحد اكيد مختلف، ولا لازم 60؟ الجمهور بيقول 60 مسكينه يبقى لازم 60، وبعض الفقهاء يقول لا، ده المقصود 60 مسكين اي مقدار اطعام 60، يعني ممكن قوي 10 كفايه تاكلهم 6 مرات. يبقى 10 في 6 ب 60 وهكذا. فده راي فقهي، ده راي فقهي، لان احنا بنطبق ما فهمناه من النص ولا نطبق النص نفسه كما هو. المهم فين مذهب الزهريه؟ مذهب الزهريه بيقول والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسه. أعيد تاني، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. يعودون يعني إيه؟ يكرروا تاني نفس الغلطة، يقولوا الله تاني. الله، ده انت طلعتي في تفسيرك 100 100 ظاهرية. الحمد لله. وده كلام ابن حزم الظاهري. شوفي بيقول إيه؟ إذا أول مرة سماح. أول مرة إيه؟ سماح. جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة قالت لأ، ثم يعودون لما قالوا، أي يعودون لقولهم. هو بيقول مراته بقت حرام عليه زي أمه، وعاوز يرجع في كلامه ويعيش معاها كعيشة الأزواج، يبقى عاد في إيه؟ في مضمون كلامه، مش عاد في تكرار كلامه. إذا الجمهور بيقول ثم يعودون، أي لمضمون كلامهم. مضمون كلامك إيه يا مظاهر؟ ان انت تمتنع عن زوجتك باعتبارها زي امك. طيب يبقى عايز ترجع في كلامك، عايز تخليها زوجة، عليك كفارة. ابن حزم بيقول لا، ثم يعودون لما قالوا، يعني المرة تانية. ايه رأيك في التفسير ده بتاع ابن حزم اللي انت وقعت فيه وقلتيه؟ يبقى هو يعني ده مخرج، يعني له منطق في الفهم ولا ملوش؟ لا، له منطق في الفهم. فأصبح ده له رأي وهذا رأي، ممكن نعتبر ده مثلا حكم كمخرج لمن يريد أن يأخذ به، وهو قول من أهل العلم ولا ابن حزم من أهل الجهل. أظن ده أنا لما سألتك ثم يعودون ما قالوا بدأ إلى ذهن حضرتك القول وليس الفعل. أيوة، بدأ إلى ذهن حضرتك أنه يعودون إلى القول.
هم الجمهور قال لا يعودون أي لمضمون كلامهم. فده من أحكام الظهار أو من الأحكام التي تميز بها المذهب الظاهري عن باقي الفقهاء. بس التمعن فعلا يا فندم في المعنى يعني, وأن الواحد كده يتمعن في الكلمة أكتر من مرة بتطلع له فعلا أكتر من مفهوم طبعا, فبالتالي ممكن يعني يزداد. وإيه رأيك أكثر في كتاب الله لما ينزل من فوق سبع سماوات ويحتمل معنيين ثلاثة؟ نزعل ولا نفرح؟ يبقى أستاذ حضرتك كان عنده حق لما يقعد في السطر ساعتين أقصد في وقت كبير كمان. صحيح. يعني يعني أعتقد ده هو ده مما يدل على إن إرادة الله عز وجل بينا الرحمة. النص نازل أهو بيحتمل معنيين, كون بقى البعض فهم معنى فهم معنى ومش عاوز المعنى التاني يظهر, ده حسد وحقد بقى. ما تحسدش الآخرين, ما تسيب انت متمسك بالقول ده, ما تسيبك خد القول, حدش قالك اتركه, بس سيب غيرك يستوعب المعنيين ويختار المعنى الذي يناسبه. يجي ابن حزم يقول برضو انا مش معترف بحاجة اسمها ظهار الا باللفظ, انت علي كظهر امي. لما يقول لها انت علي حرام زي ما البعض بيقول كده, انت علي حرام او اي عبارة اخرى ليس فيها كظهر امي, قال ليس هذا ظهار. الجمهور قال ده ظهار كنائي. ظهار كنائي يعني ايه كنائي؟ اخترعوا ظهار باسم جديد اسمه ظهار بالكناية. يعني نسأله تعالى تقصد ايه لما قلت لمراتك انت علي حرام؟ تقصد انها حرام زي امك اختك؟ يقول نقول له دي ظهار. يقول لا انا قلتها كده ما كانش في دماغي زي ام اختي. قال خلاص يبقى ده ليس ظهار. نسأله يبقى الظهار الكنائي نسأل فيه صاحب الشأن, نقول له قصدك ايه؟ اذا في جميع الاحوال رجعنا لمين؟ لقصده. رجعنا لقصده, مما يدل على ان كلام ابن حزم لما اخذ بهذا اراد ان يحسم النزاع في الظهار, وقال دي كفارة مغلظة شديدة, صيام شهرين اطعام 60 مسكين. انا ما اقدرش افرضها الا بجناية ظاهرة. ايه الجناية الظاهرة التي ورد فيها الامر؟ ننتقل لمسألة أخرى. طيب حضرتك برضو يعني ما قلتليش الفرق لما الظاهري بيختلف, الظاهري القديم لما يختلف مع الظاهري الجديد, أنا أقول الصغير يعني. هنا أنا يعني متلقية أختار أيهما وأحس أن أنا عملت الصح ولا كله ممكن؟ أنا لسه ما ذكرتش خلاف بين الظاهري القديم والظاهري الجديد. أنا عشان كده إحنا بس قفزنا عليها, عايز أرجع لها تاني عشان النقطة دي بس. إن أنا لو أنا متلقية أعمل إيه عشان أختار ما بينهم وأحس إن أنا صح, ولا برضو على حسب اختياري؟ كل أمر الدين, كل أمر الدين أنت بتدياني الله عز وجل به يحتاج إلى قناعة قلبية. استفت قلبك أفتك الناس وأفتوك, ده أمر ديني. لكن أمر معاملاتي حياتي يبقى الشرط المسلمون عند شروطهم. اتفقنا أن احنا نلتقي في ساعة معينة لإلقاء البرنامج, يبقى ده شرط مش بالدين بقى. الدين بيباركه. اتفقنا على ان البرنامج يكون حواري, يبقى ما ينفعش يكون البرنامج من حديث طرف واحد. يبقى ده اتفاق شرط المسلمين عند شروطهم. الدين بيباركه. لكن لما اجي اقول اصل الدين بيقول لازم انت كمان اكلم, لا يعني ده اتفاق, هذا اتفاق بيننا ان مين يكلم ومين يرد. اذا امور الحياه تتعلق بالاتفاقات, اما امور الدين اللي هو انا بدين ربنا بيها, انا قلت لفظ وحلفت بالله, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقف عند كلمة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. مين اللي يقرر ان اليمين ده انا عقدته او انا كان خرج مني كده؟ مين؟ الانسان. ده دين بقى ولا شرط اتفاقي؟ ده دين. فانا احساسي حلفت وعقدت العزم ولا بد من فعله وفشلت او حنست فيه فأصبح علي الكفارة. لكن لما يكون اليمين أنا قلت يعني عفوا أو زلت لسان أو خرج مني هكذا, فصار أنا اللي عرف إن ده لغو أو غير لغو. وإن كان الحنفية يقولون بأن لا يغلطكم الله باللغو في أيمانكم, اللغو هذا فيما يتعرف فيه الناس أنه لغو. يعني لما تقول للضيف يعني أقبل أو تفضل, والله لتأكلن والله لتشربن, هذا يمين من أجل الحث على الكرم. أي. وقالت عائشة رضي الله عنها اللغو هو لا والله ولا والله, أي سبق اللسان. وده اللي قاله الحنفية, لكن الشافعية قالوا إن اللغو هو
ما يكون في موطن التكارم بين الناس. فده تعريف اللغو. نعرفه ازاي بقى التكارم بين الناس؟ انا بكرمك ولا تفضلي؟ والله تفضلي، والله تفضلي. انا بكرم ولا انا بعقد العزم؟ مين اللي يقرر؟ صاحب الشأن. لهذا امور الدين محتاجة قناعة شخصية. فاحنا بنتكلم في امر الدين، نقول امر ديني، لان الدين ده لو كان بفرضك عليا اذا من وراكي هخون، لكن لما يكون الدين من قلبي قدامك ومن وراكي انا ثابت. ده الدين. الدين معناه ثبات قولي سواء في السر والعلن. ده دين، ده دين ربنا فيه. نعم. طيب طبعا يعني مفهوم جميل جدا يعني، وختمه مسك زي ما بيقولوا حقيقي، ان الواحد فعلا لو يعني تصرف من قلبه ومن نيته اكيد هي دي اللي ربنا هيحاسبنا عليها ان شاء الله، مش بالمواقف او مش بالتصرفات الظاهريه. الاسلام فقط. بيعلي شان الضمير. الاسلام بيعلي شان القلب. أنا بعبد ربنا خوفا من الله مش خوفا من البشر. نعم. إذن أمور الدين لابد أن تنبع من القلب. استفت قلبك ونفتك النفس وفتوك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إن شاء الله يعني ربنا يرزقنا الإخلاص بإذن الله، ويعني يرزقنا كل شيء طيب ينفع الناس به يا رب بإذن الله. مشاهدينا بتنتهي حلقتنا للأسف، وطبعا شكر الخاص للدكتور سعدين هلالي أستاذ الفقه المقرن جامعة الأزهر الشريف، دايما معانا ودايما بيمتعنا بهذه الآراء. وإن شاء الله بإذن الله الحلقات هترجعوها تاني، لو تحبوا ترجعوها على اليوتيوب تشوفوها مرة تانية، وعلى صفحة البرنامج الخاصة طبعا، وعلى الإيميل الخاص مجلس الفقه @yahoo.com. خليكم معنا من خلال إيميلاتكم، وإن شاء الله هنكون مع حضراتكم من خلال اقتراحاتكم، من خلال نقدكم، إحنا بنقبل كل شيء. بشكركم مرة تانية على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.